ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شوفوا تيك توكر بريطاني يصنع الحدث بمدينة تطوان بسبب وجبة لذيذة ورخيصة. تداول مجموعة من رواد وسائل التواصل الاجتماعي شريط فيديو يوثق لزيارة شاب بريطاني لأحد الأحياء القديمة بمدينة تطوان قصد تناول إحدى الأكلات الشعبية التي تشتهر بها المدينة، حيث عبر الآلاف من المتفاعلين عن إعجابهم بسلوك الشاب، كما تقاطرت تعاليق الترحاب على الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع. وظهر الشاب الذي يشتهر على تطبيق تيك توك باسم مستر هامبل، الذي يعني باللغة العربية السيد المتواضع، وهو يطلب وجبة هامبرغر رخيص بأحد المحلات الموجودة بحي المطامر بالمدينة القديمة لتطوان، وبعد تذوقه لها أبدأ إعجابه بمذاقها، حيث توجه لصاحب المحل قائلا ممتاز واعرة. كما عبر سائح الشاب عن صدمته من الثمن البسيط للوجبة الذي لم يتجاوز 4 دراهم، وفاز الفيديو على قرابة 630 ألف مشاهدة بتطبيق التيك توك وأكثر من 51 ألف إعجاب. كما عرفت فيديوهات أخرى للشاب البريطاني بالمغرب انتشارا واسعا ومئات الآلاف من المشاهدات، وذلك خلال 5 أشهر متفرقة من السنة الجارية. ويذكر أن المغرب صار وجهة محبوبة لصانع المحتوى عبر مختلف دول العالم، حيث يركز العديد منهم على المملكة من خلال مشاركة يومياتهم أو التحدث بالدارجة المغربية، مما يمنحهم قاعدة واسعة من المتتبعين والمحبين بين المغاربة في مختلف دول العالم. Hey, we're in Tatuan and we're trying the famous Hambo Queso. Hambo Queso, right? Hambo Queso. Boss man served me up. All right, boss. Yeah. Thank you. How much is it, boss? 5 dirham? Like, 4 dirham. 4 dirham. Oh, even better. You got it? Yeah. Oh, legend. Absolute legend. Just tuna and tuna kashir and ketchup and kashir and potatoes. Tata. And potato. Okay, boss. I'm gonna rate you out of 10, alright? I'm rating it out of 10. Okay. There's something about this street. It's unbelievable. Boss. Amazing. I don't know how to say amazing in Arabic, but Rare. Boss, unbelievable. Wow. A bite? Anyone want a bite? No, thank you. Nah, genuinely, boss. Class. English, yeah. Amazing. 10 out of 10, boss. Unreal. Class.